ماتوا الناس هنا 38 واحد اللي مات هنا، وكاينين اربعه ماتوا في واحد الدوار اخر سميتو في انزال. الناس هما مشاو يتعاونوا مع فاميلي عندهم، يتعاونوا على اركان حيت كيجمعوا اركان، وان شاء الله قدر ما فعلوا ماتوا تما. كاين 42 واحد، 38 هنا و4 تما، يعني 42 واحد. وقعت ليله كارثيه صراحه، ليله فاجعه. داكشي اللي عاش داكشي دوك الناس اللي عايشين ديك الليله، واش غنقول لك، عاش ليله اللي صعيبه بزاف اخويا. كما قلت لك الدراري هنا كيصليو كيمشيو كيصليو في الجامع، وحنا مشينا صلينا العشاء موالفين نتجمعوا، حيت الدار عندنا فيها جده، جاو عندنا جده وخالتي، موالفين نبركوا فاش كنصليو فاش كنرجعوا من الجامع، موالفين نجلسوا ونهضروا مع بعضياتنا حتى ديك 12 و11 كنتجمعوا شويه، حيت خالتي جات عندنا وجده. كما قلت لك ذاك النهار فاش مشيت صليت انا وولد خالتي، رجعنا لقيناهم ناعسين. دخلت عند جده قالت لي سيروا تنعسوا، داكشي اللي قالت لي. صافي مشينا حيت حنا موالفين نجلسوا مجموعه، قالت لي سيروا تنعسوا سير. صافي انا مشيت نعس، الوالده نعسات معايا ديك الليله، نعسنا بجوج في ديك البيت. واحد شويه البيت كتزعزع زعزع، وانا نقز على الوالده متكي عليها، خايف الله يطيح عليها شي حاجه. المهم متكي عليها وصافي، وبقيت كنشهد صافي. حتى نقز داكشي شويه وانا نهزها، خرجتها وهي تخرج جدها، ويخرج الوالد، وهي تخرج خالتي حتى هي. ومشيت جريت كنقلع على خويا، حيت خويا كان بات في واحد المصريه كبيره، مصريه طالعه بزاف، ومشيت قلبت عليه حتى هو لقيته حي. صافي حنا خرجنا ومشينا كنقلبوا على ناس اخرين، شحال من واحد حيدنا. هذه الدار نيت، هذه خرجنا فيها واحد المراه كبيره بزاف في السن، كبيره وقيلا عندها عمليه على ما اظن دابا. هزيناها خرجنا ومشينا ثاني تنقلبوا على ناس اخرين، شحال من واحد هزينا. هذوك اللي تحت التراب عرفنا واش ميتين، حيت حد ما هزو ميت، كلشي ميت. ديك الليله هذوك الناس اللي لقينا حيين هزيناهم، اما هذوك اللي مشاو صافي، جاو الناس نعش في الصباح سميتو البوليس والقوات المساعده. المهم جاوا بكثره، هزوهم، ولكن لقاو داكشي ميت. اش نقول لك، الله يرحمهم والله يصبر هاد الناس، والله يصبرنا كاملين. هاد الرائحه كارهه اخويا، واش غدير؟ ما عليك غير تصبر اخويا. المطلب ديال السكينه دابا انا كنطالب، حيت عندي واحد السؤال دابا، واش ما مصير ديالنا حنا من بعد؟ دوز واحد السيمانه شهر واش الحكومه غدير لنا شي حل، ولا شنو غنديروا؟ فهمتي شنو غنديروا؟ واش نبقاو نباتوا هنا ولا فين نتبات؟ واش تبقى تبات برا والبرد دابا نيت كيعانيو الناس، كل واحد في الناس، وكنطالبوا بالقياط. انت هما القياطن خاصين القياطن، حيت البرد اخويا البرد بزاف. هاد الجبوله بالضبط نيت كاين تيكونوا فيهم البرد ديال بصح، والناس كنطلبوا بالقياطن. وثاني حاجه اخرى انا كنطلبها هي سميتو يجيبوا لنا البواطي بوطاغاز والفورنوات باش يقضيو الناس سميتو ذوك القطاني، المواد القطانيه يجيبوها لنا، اللي حاجه المستمره اللي حيت كيجيبوا دابا السرديل، السرديل راه حاجه ماشي عاد حاجه فطره وغدوز، فهمتي؟ اما القطاني تشبعك نيت. المهم انت تشكر ربي وتحمد، واش غدير؟ داكشي اللي كاين اخويا، الله يصبر الناس. واش نقول لك، شكرا الشعب المغربي خاصه، هما الناس كيبينوا لك بلي شعب متلاحم. فاش كتوقع شي حاجه كلشي كينوض كنديروا يد في يد، هادشي كيخليك تكون مفتخر بهذا المغرب، بهذا البلد، وديما مغرب يكون خير عشان المالي.